هذا المبنى المحترق هو المقر الرئيس للحزب الوطني الحاكم في مصر سابقا، وحتى أيام قليلة كانت الأحاديث والتكهنات تدور حول مستقبل الحزب ككل، إلى أن قالت المحكمة الإدارية العليا كلمتها وحلت الحزب وصدرت أمواله ومقره لصالح الشعب. فوقف نشاط الحزب ورد أمواله ومصادرة مقره كانت مطلبا أساسيا لثورة يناير، أخذ بعدا قانونيا بثلاث دعوات قضائية تطالب بحل الحزب بتت فيها المحكمة الإدارية العليا مستندة لرؤية هيئة مفوضي الدولة. خالف الحزب الوطني الديمقراطي مواد عديدة في الدستور، أبرز هذه المواد التي خالفها الحزب الوطني الديمقراطي المادة الخامسة التي نصت على أن الأحزاب السياسية هي أساس العمل السياسي في مصر. المادة 40 التي تساوي بين المواطنين، كل المواطنين سواء أمام القانون وأمام الدستور. لا، الحزب الوطني كان بيعمل على المقربين منه والمتعاونين معه. كما خالفوا أيضا الحزب الوطني الديمقراطي مواد الدستور الخاصة بتنفيذ أحكام القضاء وخاصة في الانتخابات البرلمانية، بل تعدى ذلك إلى مخالفة القانون رقم 40 لسنة 77 الخاص بتنظيم الأحزاب السياسية في مصر. وحزب السلام الديمقراطي قدم نفسه للمحكمة باعتباره المصف القضائي الذي يضمن الحفاظ على متعلقات وأموال وممتلكات الحزب الوطني الديمقراطي وعودتها كاملة إلى الدولة. وما بين الثورة والحكم القضائي حاول الحزب الوطني تجميل صورته باختيار طلعت السادات المعارض السابق لمبارك رئيسا له، ومحمد رجب أمينا عاما، والذين أكدا أن الحزب تغير بالفعل ولديه القدرة على الأداء السياسي ببرامج وطنية جديدة. أحكام القضاء غير قابلة للتعليق، ما تعلقش عليها، لأن في النهاية يقولون أن الحكم هو عنوان الحقيقة. لكن إذا كنت أنت صاحب حق وحسيت أن هذا الحكم ما أنصفكش في حقك، فلك أن تلجأ إلى جهات قضائية أخرى لكي تطلب إعادة النظر أو التظلم من هذا الحكم. ده الجزء بيتولاه رجال القانون داخل الحزب والمحامين، وده بيسير في اتجاهه ما يتقرر من جانب النائب العام والحكومة لتنفيذ الحكم، احنا طبعا هننفذه. وكان البعض قد أكد أن الحزب الحاكم سابقا يمكن أن يستنسخ في أحزاب جديدة تخرج من عباءة أعضاء سابقين في الوطني، وهو أيضا ما حذر منه آخرون واعتبروه جزءا من الثورة المضادة، مؤكدين أن تجربة الوطني لن تعود بعد كشف وقائع فساد الحزب وأعضائه البارزين الموضوعين رهن السجن الاحتياطي لاتهامهم في جرائم فساد. احنا قررنا في هذه اللحظة أن ننشئ حزبا جديدا في نفس اللحظة اللي صدر فيها هذا الحكم، ألاف مؤلفة من نفس الشباب اللي كان بيطالب أن يبقى في الحزب أن ننشئ حزبا جديدا، والقيادات القديمة سوف تأخذ خطوة للخلف ويتقدم الشباب إلى الأمام، وهذا الشباب سيفتح رؤية جديدة وأفكار جديدة وآليات جديدة وسياسات جديدة واسم جديد. من القاهرة عاصم أبو الغار، اليوم على الحرة.